السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد أو كينج أوف جيمز. طبعا نكمل دريم فول شابتر أو دريم فول، سمي اللي تبيه. فأوكي نكمل. أتوقع أننا يا مشاهد أو يا المستمع بشكل عام، أتوقع أننا خلاص بدأنا ننهي أقول قصدي بدأنا ننهي اللعبة بشكل عام. فعندي إحساس كذا أن اللعبة فبدت تنتهي. فا اوكي نكمل. من ذا؟ سلامات. وين زيا؟ سلامات. يا شباب وين زيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وش دخل بزر ذا؟ طبعا لا تقول يعني اني انا قدمت في المرحله زي كذا. فهذا يعني نفس الفيديو، يعني نفس المكان اللي وقفنا عنه الحلقه الماضيه. فالحين على طول جاب لي هنا في البيت ان في ولد وزي كذا، في بزر وزي كذا. ف انا ما ادري وش السالفه صراحه. بالله قلبت اللعبه شيء ثاني. حسيت نفسي العب لعبه على اندرويد او شيء زي كذا. ف اوكي نكمل. الله عين، بس يا الله سترك. قلبت اللعبه شيء ثاني. ما ادري وش وضعهم، زي صارت بزر ولا وش السالفه. بصراحة هذه اشوفها افضل حلقة من الحلقات. اوكي يعني افضل جولة او افضل مرحلة بشكل عام هذه بالذات، لان اللعبة صارت شيء ثاني. فشيء حلو يعني اللعبة انها تتغير. اوكي الحين طبعا انا مريت على اساس الطفل ما خلي ابوه يعرف زي كذا. هذا ابوه اتوقع وهذه امه، ما ادري اكيد يعني بيكون كذا. وش يعني سالفة طبعا؟ يعني ما ادري وش سالفة طبعا، اول مرة اظن. فوش قاعدة تسوي امه؟ تطبع ولا جالس على اللابتوب ولا انا ما ادري والله صراحه. لا ما اظن انه طابع. فما علينا هي وش قاعده تسوي اصلا بالضبط. فالحين مطلوب ان الطفل يبي الباب، او يبي الباب ينفتح بشكل عام. اتوقع في شيء جوا الغرفه هذه. ف ينادي ماما ماما. ف اما ما اعطته وجه تقول له ايش يعني؟ اصبر 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 شويات، انا الحين مشغوله وزي كذا. ف تقول يعني وش تبي يعني انت هنا مدري شو؟ ف طفل قاعد يسلك له وزي كذا. ف الحين هو يبي في شيء هنا عند الباب. اوكي تقول يعني انت تبي تفتح الباب وزي كذا. خلاص انا يعني بفتح لك الباب وزي كذا. طبعا اعطيك الملخص كذا، ما اعطيك الترجمه نفسها المتقونه. ف على طول كذا الترجمه السعوديه حرب حرب. ف اوكي الحين في شيء هنا. يا حليلي الطفل يضحك. فانه الطفل. هلا ساكا. فا اوكي انا ما ادري صراحه هذا الطفل ما ادري مين بالضبط، ما يقصدون مين، بنت او ولد ما ادري يعني والله صراحه. فا انا ما ادري وش هذه اصلا. اوكي بس شيء حلو صراحة. I know you cannot understand me now, but I want you to know that I will watch you and protect you. ما أدري والله ممكن. أنا فكرت إنهم يقصدون إن زيا وهي صغيرة يمكن. ما أدري. أنا ما أظن ولا. Tomorrow, in 10 years, for as long as you live, and at the end, my sister, my daughter. We will reunite. The circle will be complete. The worlds rejoined, balance restored. The stories we will tell each other. I'll see you soon, my little Saga. May the balance be with you always. Who are you talking to, Saga? What's all the babbling about? Is she in there? How in the stars did she get out? Magic, honey. It sounded like she was talking to someone. Hey, how did you get out, baby girl? Did you sprout wings and fly? There's... Okay.
هذول من هذول الأب والأم ذول من هذول إيه تذكرون يا شباب في الحلقة الأولى اللي منزلكم إياها على الواجهة الرئيسية في الحلقة الأولى بشكل عام أنا ما أدري يعني هي الحين في الواجهة الرئيسية أو لا ما أدري ممكن بعدين أغيرها فما أعلن أصلا من الواجهة الرئيسية فالمهم الزبدة تذكرون في الحلقة الأولى جاءوا هذول الاثنين أوكي يعني أنا ما أدري هذول الاثنين منهم بالضبط يقصدون في الحلقة الأولى جاء عرض جاكم عرض في هذول الاثنين فالحين رجعني بنفس اللي أول ما بدأ بالجولة الأولى الحين رجعني هنا فالطفل هذا ما أدري من يقصدون هو زي أو لا هو ماسك الشعار حقهم زي كذا فأوكي شباب الحين نشوف وش هذا طبعا يعطيني النسبة اللي نسبة كل مرحلة يعني اللي خلصتها فأوكي هذا 91% فما علانا من النسب بشكل عام ف يا شباب او يا مشاهديني او يا كل شيء انا ما ادري صراحه اوكي شباب وختمنا دريم فول شابتر اوكي شباب زي ما انتم شايفين ختمنا اللعبه فالحمد لله يا ربي لك الحمد واخيرا يعني اللعبه طبعا قصيره ما كانت ذاك الشيء الطويل فانا يعني اللي طولتها يعني لا تقول ان اللعبه طويله وزي كذا انا اسف جدا والله اسف اني طولت اللعبه وما نزلت الحلقات على طول ف يعني حتى تلاحظ في ملل بين الحلقات او مش ملل يعني الحلقات تلاحظها طويله وزي كذا فا اوكي زي ما تشوفين ختمناها واخيرا فالحمد لله والله الحمد لله لاني والله كنت شايل هم هذه اللعبه على اساس كل يوم افكر فيها اذا مثلا ما عرفت شلون مثلا بتخطى ذي المرحله شلون مثلا والله عشانكم اقسم بالله عشانكم والله العظيم عشانكم يعني ما بقلل الختمه نحلف فيها ما علينا اوكي شباب زي ما انتم شايفين ختمنا اللعبه طبعا بالنسبه كلعبه خيال او كلعبه هي مو لعبه خيال كلعبه اجهزه للجيل الحالي فهذه اللعبه طبعا توها جديده هي نازله هذه هالسنه طبعا نزلت فكانت تجربه حلوه صراحه فاول مره تمر علي هذه اللعبه بالذات القصه حلوه جدا طبعا مو يعني ذاك الشيء اللي مره يعني تقول الله اكبر زين او تقول شيء حلو القصه لا باس فيها طبعا بالنسبه لل طبعا انا راح اعطيك التقييم الشخصي انا بالذات يعني ما علي من احد بالنسبه لي انا شخصيا اللي هو انا طبعا اوكي بالنسبه لي رسومات كانت كويسه رسومات طبعا اعطيها 8 من 10 طبعا تقييم من 10 اعطيها 8 من 10 رسومات فكان شيء حلو جدا فمشكلتهم انهم كانت ايش انه اذا انت مالك هاللعبه او اذا انت عندك جهاز وسط او جهاز عالي فمشكلتهم اللعبة تسرعوا فيها كثير فما فيها الدقة أو الحجم زي كذا فيجبرك أنك لازم تحط على الحجم العالي فعشان كذا ممكن بعض المراحل تلاحظون فيها باك أو ثقل بالمناطق فلأن جهازي ما يستحمل هالدقة كلها فلازم أني أوطي زي كذا ما أقدر يعني أعلي بكثير طبعا جهازي مو بكل فما علينا بالنسبة كرسومات زي ما قلت 8 من 10 أعطيها ف القصة يعني ما كانت ذاك الشيء اللي يدخل العقل فنعطيها 6 من 10 فبالنسبة للمحرك أو حرك اللعبة بشكل عام كان صراحة سيء جدا 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 مع احترامي والله كان سيء جدا فتحس نفسك كأنك تلعب لعبة على سوني 1 أو من الألعاب الجيل القديمة فهذا مشكلتهم بالألعاب يعني تلاحظ شكل ومنظر وديكور أوكي حلو ما قلنا شيء
بس انك انت كلاعب تجي تلعب هاللعبه يعني ممكن انت وانت تحرك الشخصيه ما تستمتع كثير لان الحركه بالشخصيه مش مرنه او مش سلسه باللعبه. فانا يعني مو بقاعد والله اتفلسف، يعني انا قاعد اقول لك هذا الشيء اللي شفته من وجهه نظريتي انا باللعبه هذه. بالنسبه كخيال باللعبه الفكره حلوه، طبعا الفكره حلوه وجديده علينا كلنا، طبعا اعطيها طبعا الفكره طبعا اعطيها 9/10 لان هذا شيء جديد علينا. اوكي اتمنى ان تكون السلسله هذه عجبتكم، واسف جدا والله اسف، اعذروني اذا كان قصرت. يعني في ناس ردوا علي في الحلقات الماضيه قالوا لي انت والله مثلا في مرحله تخطيت فيها وزي كذا، وفي مرحله تخطيت فيها، فوالله اسف اني تخطيت وزي كذا. انا طبعا ما تخطيت، انا بس اعطيك الاشياء المهمه باللعبه. فاتمنى انه يكون عجبك الفيديو وعجبتك السلسله كلها، يعطيك الف عافيه على المشاهده. هذا كان كل شيء، لا تنسى اللايك والفيفرت والمفضلة. طبعا فيفرت ومفضلة هي نفسها، بس انا قلت لك اياها فيفرت ومفضلة عشان تفهم. اوكي هذا كان كل شيء، الحمد لله اننا ختمنا هذه اللعبة. اعذروني على السواليف الكثيرة في الحلقة ذي. هذا كان كل شيء، كان معكم اخوكم محمد او كينج اوف جيمز، في امان الله. اوكي يا شباب اشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجاية مع تخاتيم العاب واي شيء يعني اللي تبونه مني راح اسويه، اللي هو ان شاء الله راح يكون في 2015. طبعا 2015 ان شاء الله يكون عليكم سنه حلوه وكويسه بالنسبه للجميع ان شاء الله، وتكون سنه خير طبعا، هذا اهم شيء. اوكي شباب يعطيكم الف عافيه، يعطيكم ربي مليون الف عافيه على المشاهده او على السلسله كلها انكم شفتوها. فهذا كان كل شيء، كان معكم اخوكم محمد او كينج اوف جيمز، في امان الله.